بما ان مصر بتحتضن طبعا كنا عايزين يعني نشرح كل حاجه بس عشان الوقت تمام. هناخد حاجه من هنا كمان هناخد دي. مصر بتحتضن دي دي والكولي بتاعها. مصر بتحتضن الارث الثقافي، دي مستوحاه من قصر البارون اللي في منطقه مصر الجديده. تمام. ازاي ان انا اقول ان اللي جه مصر اتعلم وعلم ازاي انه ساب اثر؟ فابتدي من الحضاره الكمبوديه واللي اتعمل فيها الديزاين ان انا اعمله بس اللاين بتاعي لاين مصري. جميل. الفيل يعني هنا يرمز لايه بقى؟ الفيل هو هناك معبود في الهند، في الحضاره الهندوسيه وفي كمبوديا له مكانه، يعني له مكانه. فازاي ان انا اجمع الارث برضو المعماري اللي بيبقى في مصر في قطعه؟ ده الحلق بتاعه. ازاي ان انا العماره الموجوده في قصر البارون بان ان انا اطوعها، والالوان الهندي الاخضر مع الازرق قوي قوي قوي. جميل والله، تسلم ايدك. من ذوق حضرتك. يعني السنين اللي انت صبرتي وتعلمتي وكافحتي فيها باينه واضحه. هنشوف ايه هناك عندنا. طيب تعال نشوف هنا في ايه. هنا حضرتك تحب نبتدي من ايه؟ زي ما تحبي. تمام. ده انت. نبتدي هنا الكردان بتاعنا. ده الكردان. الكردان بتاع الفلاحي. الفلاحي. بس ازاي ان انا اخد الجزء الفلاحي واطعمه بمفردات مصري قديم. ده بيوت النوبة. ندخل بقى على اللي بعد. الباب بتاعنا بتاع البيت النوبي. اللي هو ده. اللي دايما بيبقى مفتوح بالترحاب. الحمامة رمز الخير. الهلال والنجمة. النخلة اللي بتجيب الخير والتمر. الكف اللي فيها العين بتاعة الحسد كموروث شعبي وثقافي. والعين في مصر القديم معناها انها الذي يرى ما بعد العالم الاخر. ندخل بقى على ده. وجت. وجت التعبان اللي كان موجود في الشمال، لان الشمال ليه تعبان، الجنوب ليه تعبان. قبل التوحيد. قبل التوحيد. مينا ما يوحد القطرين. وهنا دي اللي كانت بتحمي دايما الملوك في طريقهم. ازاي ان انا استخدم اللوتس اللي في الجنوب كان دي جزء من فرع من نهر النيل في اللوتس. تمام. ودي وجهه اللي بتحمي رحله الملوك سواء من الشمال للجنوب او من الجنوب للشمال. وازاي ان انا في قطعه كبيره اقدر ان انا اثبت حرفيه السايغ بتاعي. تعالي اتفضلي نرجع على لهذا الكم من الحاجات الجميله اللي هي جزء من تصميماتك، يعني كلها تصميمات، بس هي بعض بعض من يعني بعض مما ايه مما تمتلك